نبدأ تأثير الآية المشترك. يلا. حمض. إيش معنى؟ لأنه أعطى هيدرونيوم. إله بي اتش أقل من 7. أي رقم أقل من 7 لا مانع. ويتم حساب هذا الرقم من خلال قانون أخذناه زمان اسمه قانون KA، أخذناه من 5 أسابيع. منه بنحسب بي اتش لكل الحموض الضعيفة. إلى هذا النظام المتزن أدخلنا الملح. إلى هذا التفاعل المتزن أدخلنا الملح. ملح الحمض كيف يكتب؟ نستبدل H بفلز. شفتوا كيف ربطت هاي مع هذيك؟ ربطت المشترك مع الأملاح. انتبهتوا ولا ما انتبهتوا؟ شفتوا كيف الدرس؟ لازم يكون في كونكشن هون. أدخلنا هذا الملح، اتفكك كليا، أعطانا هدول، هاد بضم صوته لهاد لأنه نفس الفصيل نفس النوع. شو صار بالتركيز هاد؟ احكولي يلا بسرعة. هاد ضم صوته لهاد، شو صار بتركيزه؟ واحد من المرشحين للانتخابات وواحد تاني، هذا انسحب وضم أصواته للتاني، شو صار بالأصوات هون؟ زادت. شو صار لما هذا زاد؟ شو صار بالنظام المتزن؟ اختل الاتزان. بده يحاول ما أمكن هذا النظام يسترد اتزانه. ليه؟ لأنه صابوا الخلل والعطب، لأنه أحد أفراد النظام المتزن زاد عن وضعه الطبيعي فاختل الاتزان. بده يحاول ما أمكن هذا النظام يسترد اتزانه وصحته وعافيته. كيف؟ والله الزيادة هاي بده يحاول يتخلص منها. كيف بده يتخلص منها؟ بحيث يندفع الاتزان نحو اليسار فيصبح التفاعل العكسي أسرع من الأمامي. هاي الآن التفاعلين، هاي السهمين، يصبح هذا أسرع من هذا، هذا أسرع من هذا، فيندفع التفاعل والاتزان نحو اليسار فيصبح التفاعل العكسي أسرع من الأمامي. فإذا اندفع هيك بالمعية الهيدرونيوم راح تنجر معها، هي جار ومجرور، بالمعية الهيدرونيوم بتنجر معها. إيديكم على الكيبورد، شو بيصير بالهيدرونيوم؟ بسرعة يقل. برافو عليكم. وإذا قلت الهيدرونيوم يلا شو بيصير في البي اتش؟ بسرعة شو بيصير في البي اتش؟ تزداد. برافو عليكم. وتصبح 5.5 مثلا، إن شاء الله زادت 10. فما أثر إضافة هذا الملح على بي اتش للحمض؟ شو أثر إضافة هذا الملح على بي اتش للحمض؟ شو أثر إضافة الملح على بي اتش للحمض؟ يزيدها. تزداد. برافو. فعلا جرب جيب هذا حمض الإيثانويك موجود في المدارس وحط عليه شوية بلورات من هذا الملح، كمية صغيرة، بتلاقي البي اتش زادت شوي، إن شاء الله 10. إذا ما أثر إضافة هذا الملح على بي اتش الحمض؟ بيزيدها. بدل ما نحكي ما أثر إضافة هذا الملح بدي أحكي بلغة تانية، ما أثر إضافة هذا الأيون المشترك على بي اتش الحمض؟ يلا ما أثر إضافة، اكتبوا ما أثر إضافة هذا الأيون المشترك على بي اتش الحمض؟ يلا بيزيدها. البعض بيسألني انت سميت هذا ايون مشترك يا نضال؟ قلت له اه، بس شكله مركب متعادل مو مشحون. قلت له بعرف، بدي اسميه ايون مشترك، بدي اسميه ايون. يا نضال هذا مش ايون، مو مشحون، مركب متعادل. قلت له ايون. يا نضال اسم الله على عيونك، هذا مركب مش مشحون. قلت له حبيبي ايون ونص، تنحت معي بدي اسميه ايون ونص. انا مسميه ايون والمؤلفين مسميه ايون والمشرفين كذلك وكل الناس مسمينه ايون. إيش معنى تنحت معنا وبدنا نسمي هذا أيون؟ مين يحكي لي ليش أنا مسميه أيون؟ أنا مسميه أيون، أنا مسميه أيون، بسرعة أنا مسميه أيون. برافو عليكم في طلاب، والله إنكم بتبيضوا الوش. إن إيه عبارة عن متفرج، فأنا لما أنظر لهذا الشيء أنا لا أنظر لإن إيه. يا حبيبيني لما أنظر للملح أنا لا أنظر لإن إيه، إن إيه متفرج يوزلس، وجود وعدم واحد. فأنا ما أنظر لهذا ملح، لما أنظر لهذا الملح كأنني بشاهد مين؟ CH3COO سالب. سيبك من إن إيه، انسى الإن إيه لو تكرمت،
انا قاعد بشاهد سي اتش تي سي او او سالب، ولان سي اتش تي سي او او سالب بيشبه هدول، ولان هدول اسمهم ايونات مشتركه، ليس منهم ايونات مشتركه، ذلك لانها موجوده في معادلتين. كيف لما نقول لك عامل مشترك؟ لأن هذول سميناهم أيونات مشتركة، ذلك لأنها موجودة في المعادلتين، ولأن الملح بيشبههم، انسى هذا. فمن أجل ذلك عادي جدا نسمي الملح أيون مشترك. إذا من أنف صعدا لقب من ألقاب الملح، مسمى من مسميات الملح أيون مشترك. هذا الحكي جديد علينا، ما كنا نأخذه بالأول ثانوي. فمن أسماء الملح أيون مشترك. كيف ما أقول لك من أسماء الأسد ليث غضنفر، نفس الشيء. من أسماء الملح أيون مشترك. فما أثر إضافة هذا الأيون المشترك على pH الحمض؟ ما أثر إضافة هذا الأيون المشترك على pH الحمض؟ يلا بسرعة، يلا بسرعة، يزيدها تزداد. برافو عليكم، تزداد. يعني الحمض بشكل عام، الحمض بشكل عام له pH منخفضة 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 منخفضة، لما نضيف الأيون المشترك شو بزيد في pH؟ تزداد. أعيد الحكي، جبنا هاي قاعدة إلها بي اتش أكثر من 7 ولتكن 9. إيش معنى قاعدة؟ والله عدلوها عنكم لو سمحتوا، عدلوها عنكم لو سمحتوا، يلا عدلوها بسرعة شوي، يلا بسرعة عشان بدي أحكي. يلا إيش معنى هاي قاعدة؟ لأنها تسببت بتكوين أو اتش سالب. ليس بالضرورة يا أرهينيس يا فاشل إنه القاعدة يكون فيها أو اتش. رجعت للحصة الأولى، شوفوا كيف بربط الحصة الأولى قبل شهرين. ليس بالضرورة يا أرهينيس يا فاشل إنه القاعدة يكون فيها OH. لو إنه المادة تسببت بتكوين OH، تسببت بتكوين OH حتى لو ما كان عندها OH فهي قاعدة. ليس بالضرورة يكون فيها OH يا أرهينيس. لو إنه المادة تسببت بتكوين OH فهي قاعدة حتى لو ما كان عندها OH. لو إنه هالحيطة هاي حطناها ما فيهاش OH وحطيناها في المي وتسببت بتكوين OH فهي قاعدة، ماشي الحال؟ وليس بالضرورة أن القاعدة يكون فيها OH زي ما أنت ادعيت أنه فيش غير القواعد القوية هي قواعد. لا يا حبيبي، واضح الربط ولا مش واضح؟ واضح الربط ولا مش واضح؟ قاعدة لأنها تسببت بتكوين OH، وبالتالي لها pH فوق 7 9 10 11 12 مش مهم. ويتم حساب هذا الرقم من خلال قانون أخذناه زمان اسمه قانون القواعد الضعيفة، هيك اسمه قانون كبير، اسمه باللغة العربية الفصحى قانون القواعد الضعيفة. منه منحسب pH لأي قاعدة ضعيفة من هالقانون. إلى هذا النظام المتزن أدخلنا الملح. كيف يكتب ملح القاعدة؟ بإضافة بروتون ثم أيون سالب. واضح كلامنا؟ شفت الربط؟ أنا بربط لك الأولى مع الحصة رقم 20 والحصة الثانية مع الحصة رقم 19 والثالثة مع 22. الكيمياء عندي it is unit مش chapters أو subjects، أوكي؟ كلها عبارة عن كيمياء عندي من البداية للنهاية، كلها مربوطة مع بعض. أدخلنا هذا ملح، اتفكك كليا، رشينا هيك من المملحة هالملح، هيك رشيناها على الوعاء، رشينا اتفكك كليا إلى هدول، هاد ضم صوته لهاد، شو صار تركيز هذا الإجمالي؟ شو صار تركيزه الإجمالي؟ زاد. شو صار عندئذ بالنظام المتزن؟ اختل. ليش اختل؟ لأنه أحد أفراد النظام المتزن زاد عن وضعه الطبيعي فصابوا الخلل. لما هالشحنات الموجبة تصيب تزداد وتصيب هذا الحكي يختل. لما الشحنات موجبة تضرب دماغك مثلا نتيجة وجود إشعاعات أو بعرف شو، أو مثلا إشعاعات في مستشفى، أو مثلا أشعة كهرومغناطيسية تضرب هون، وبالتالي يصيبك الخلل والعطب وممكن يصيبك الصرع وتوقع، صرت أنت في حالة عدم اتزان. كذلك هاي الأيونات الموجبة زادت في هذا التفاعل المتزن فاختل الاتزان. بده يحاول ما أمكن هذا النظام المتزن يسترد اتزانه وصحته وعافيته. كيف؟ والله الزيادة هاي اللي عنده بده يحاول يشيلها، بده يتخلص منها. كيف بده يتخلص منها؟ بأن يندفع التفاعل نحو اليسار، فيصبح التفاعل العكسي أسرع من الأمامي. يصبح التفاعل العكسي أسرع من الأمامي، أوكي؟ فعلاً. وإذا اندفع نحو اليسار بالمعية هاي راح تنجر معه، جار ومجرور بالمعية بتنجر معه. فعندئذ إذا اندفعت وراح التفاعل نحو اليسار شو بيصير بتركيز OH سالب؟ برافو، يقل. شو بيصير بتركيز OH سالب؟ يقل. وإذا قل تركيز الـ OH سالب شو بيصير في الـ pH؟ كمان تقل وتصبح 8.5. فما أثر إضافة هذا الملح على pH القاعدة؟ ما أثر إضافة هذا الملح على pH القاعدة؟ يقللها. برافو عليكم، تقل. بدل ما نقول ما أثر إضافة هذا الملح نحكي بلغة تانية، ما أثر إضافة هذا، اطبعوا لي،
ما أثر إضافة هذا الأيون المشترك؟ ليه هو هذا أيون حبيبي أيون ونص مش أيون؟ لأنه لما أنظر لهذا الشيء أنا لا أنظر إلى سي إل سالب، هذا يوزلس متفرج، وجوده وعدمه واحد. أقول لك وعدم وجوده لسه أحسن من وجوده. فأنا لما أنظر لهذا الشيء كأنني بشاهد إنشفور موجب، ولأن إنشفور موجب بيشبه هدول، ولأن هدول عبارة عن أيونات مشتركة، ليش سمينهم أيونات مشتركة؟ ذلك لأنهم موجودين في معادلتين، كيف عامل مشترك نفس الشيء، ولأن هدول اسمهم أيونات مشتركة، ولأنه بيشبههم، إذن عادي جدا نسمي الملح الألف صادا أيون مشترك. إذن لقب من ألقاب الملح مسمى من مسميات الملح أيون مشترك. إذا ما أثر إضافة هذا الأيون المشترك على pH القاعدة؟ شو أثره على pH؟ يلا شو أثره على pH؟ يقللها. هاي الآن بدنا إياها فعلا. أثر إضافة هذا الأيون المشترك على pH القاعدة يقللها. القاعدة بطبيعة الحال إلها pH عالي، دائما قواعد أعلى من الحموض. حط المشترك شو بصير في pH؟ بتقل. الحموض إلها pH بطبيعة الحال دائما منخفضة 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 منخفضة. حطوا المشترك شو بصير فيها؟ تزداد. إذا اكتشفناه إنه اللي إله pH عالي حطين المشترك بتقل، واللي إله pH منخفضة حطيت المشترك تزداد. العالي بيقل والقليل بيزداد. يعني باختصار ما تأثير أيون المشترك؟ شو تأثير؟ برافو عليكم، عكسي تزين. هذا الآن هذا العنوان لما خدته بسنة أولى جامعة، واللي أنا تلمذت تحت إيد بروفيسورز، أوكي؟ مش تحت إيد دي آر دكتور، بروفيسورز، أوكي؟ تلمذت تحت إيدين بروفيسورية. فحكالنا البروفيسور بسنة أولى جامعة، حولوا لي العنوان للسؤال، حولوا لي العنوان للسؤال، حولوا لي، هيك سألنا، حولوا لي العنوان للسؤال. ما حد يقول لي كيف؟ بحكي عربي أنا. صح، ما هي حطينا هون ما. فالعنوان كأنه أصبح سؤال بصيغة ما تأثير الأيون المشترك. حكالنا البروفيسور في نفس الجلسة جاوبوا على العنوان، جاوبوا عكسي، برافو عليك. وكأن السؤال بصيغة ما تأثير الأيون المشترك؟ تأثيره عكسي، يخالف المادة، العالي بيقللها والقليل بيزودها. هذا هو تأثير الأيون المشترك.